نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على إي إف إم واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على إي إف إم ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على إي إف إم. مرحبا بكم في الموسم الخامس من برنامج نهج التريبينال، وقضية اليوم انطلقت أحداثها نهار 24 فيفري 1992 في بلدة بيغ ليك التابعة لمقاطعة شيربورن ولاية المينيسوتا الأمريكية. شيربورن فيها 10,000 ساكن ودايرة بها طبيعة خلابة، أخضر أشجار ونوار وماهرهار و500 متر ما بين الجار والجار، معناها لا تشوف حد ولا حد يشوفك. ومش لازم نقولوا أنه الجرائم يسمعوا بها سمعان فيها كالبلاسة أو يقرأوها في الجرائد وإلا يشوفوها في التلافز. الحاصل هالسكان هذم كينهم يعيشوا في كوكب آخر، لا قاتل لا مقتول، وحتى عملية سرقة واحدة باش يطيروا بها النفس لا. في نهار 24 فيفري وفيها كالربوع الملائكية، الفياقة ضربت مع 5 و5 في دارلي جونسون كما كل يوم إلا نهارات السبت والحد، وهذاك هو الوقت اللي فيق فيه شارلي جونسون اللي يخدم مقاول بناء. هذاك وقته يقوم فيه ويقصد ربي، ومرته ليندا ما كانتش تخدم، هاوكا ساعات تفيق معاه وساعات لا. وكي صادف أنه بنتها الصغيرة ليزا اللي مازالت بيبي وتعديلها ليلة زكحة بالبكاء، اترسيلها ترضع وتعاود حتى لوجوه الصباح وتصبح خمخم مدقدقة. انهارتها ما فقتش، وحتى كي خرج رجلها شارلي غطست غطسة اللي هي، ودوب ما حلت عينيها وخزرت للمنقالة تنطر الطنطيرة واحدة. العقرب في 7:15 وهي تفكرت ولدها اللي مستنسة تفيقه وتحضره للمكتب. الكارت تعدى 7:30 ورصت لها كلمة مهبولة، ما لبست ورجلت له كرتابته لما جاء الوقت وخرج. هكا تفلت جوي المسكين، خرج يجري ويكمل في الترتين متاعه في الثنية، خالت على الكار اللي بقات كمان تستنى فيه لأنه شيفور تلامحه من الروتروفيزور. ليندا تبعت ولدها بعينها حتى اللي مطلع ورجعت لبيت النوم، عملت بلونجون في الفرش وهبطت فاشكة. في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه شارلي راجل ليندا في العادة دوب ما يعمل بوز في الخدمة، يعني مع 9 يكلمها يسأل عليها هكاك مستنسين، وخاصة كي تبدأ ليزا أمورها مش ولا بد. انهارتها اطلبها وبقى يسمع في التليفون يضرب لكن ما هز حد، قال بينو بين روحه عجب شبيها مش عوايدها وين مشات زادة. كذب ونسى وزاد عاود اطلبها لكن ما فما حتى رد، وحتى كي مشى لشانتي آخر وتفقد الخدامة دوب ما كمل زاد كلمها مع قرابة 11 لكن لا حياة لمن تنادي. عاود تسائل وقال بينو بين روحه زعما هزت الطفلة ليزا للطبيب، لو كان الحكاية هكاكا راهي على الأقل علمتو تعرفوا فين يبدأ. وفوق من هذا هي ماهيش من نوع اللي تخرج من الدار على أي حاجة، أغلب القضيات يقوم بهم هو. وباش ما نطولوش عليكم بالحديث، عد هكا النهار كي دلال الصالحين يضرب ضربة ويجي في قاع الحانوت، معناها كل ساعة يتلفن. وفي الاخر وقت اللي فهم انه التليفون ما هو باش يجيب حتى نتيجة، هز روحه وروح مع قرابة الأربعة متاع العشية. في تواتر هالأحداث شارلي دوب ما خلط للدار يلقى الكرهبة متاع مرته ليندا في الممشى متاع الجنينة ما تحركتش من بلاصتها، معناها غادي. وفي نفس الوقت يسمع في بنته البيبي ليزا فاهمة بالبكاء، وقتها تخلي يجري يلقاها في البارك متاعها بالبيجاما يعني بحوايج نومها،
وأمها في العادة من الصباح تبدل لها. أشنو اللي صار؟ شارلي هز بنته ليزا وبقى يسكت فيها ودوب مرماعينه للجنب متاع الفرش يشوف في ساقين مرته حفاية ممدودين. طل يلقاها في القاعة مغطية بخوات. من الأول ما استوعبش المشهد، لكن بعد ما ثبت وفهم بكم مرة واحدة وجمد في بلاستو، ما عادش يعرف اش يعمل. اللي شافوا حاجة فوق طاقة تحمله، السكينة كانت مرشوقة في الصدر متاع مرته، مرشوقة بكلها، ما بقى منها كان اليد البرة، والجرح اللي تحت الكوات ظاهر غارق. وكيفاق من هول الصدمة شارلي مشاتول وطلب الناين والوان. وفي انتظار أنه يحل ركب الشرطة طلب أخت ليندا واللي اسمها ساندي، لأنها أكثر بشر يحب أختها وأقرب وحدة لها، ومن اللي هما صغار ما تفارقوش. في تواتر هالأحداث الشريف متاع شاربير انخلطوا معه الأعوان متاعه، وبدأوا مباشرة بمعاينة ساحة الجريمة. مبدئيا الجاني يستعمل سكينة من الكوجينة، لأنهم لقاوا في البورت كوتو بلاصة ناقصة متاع سكينة، وهذيك هي اللي كانت مرشوقة في صدر ليندا. والأقرب أنه المجرم سدد عدد كبير من الطعنات في نفس البلاصة باش يكبر الجرح ويغرقوا أكثر ما ينجم. هالعملية هذه واضحة متاع حد مغلغل، مش فقط حب يقتل، زاد نكل بجثة الضحية متاعه. الشرطة تفقدت الدار والمحيط متاع الجريمة، وما لقاو حتى أثار متاع خلع للباب أو تكسير الشباك، وفهموا أنه القاتل دخل بصفة طبيعية، نوقز وإلا دق الباب ولندا حلت له. الدار ما كان ناقص منها حتى شيء، وحتى حاجة ما تهزت، لا فلوس لا صيغة ولا أثاث ثمين. الأمور الكل في بلاصتها كالعادة، ما عدا الملاحف متاع فرش بيت النوم، لقاوهم مجبودين ومطيشين في تركينة. الظاهر أنه القاتل محبش يخلي أثار متاع جريمته، وبصفة أدق حب يطمس أثار الاغتصاب، لأنه ليندا حسب المعطيات الأولية اللي أعطاها الطبيب الشرعي على عين المكان تعرضت لاعتداء جنسي. في هالمرحلة هذه من القضية، السؤال اللي بقى مطروح عند المحققين هي أداة الجريمة. السيد عمل سيلف سيرفيس، معناها سرب روحه طول من الكوجينة، هزك السكينة، اغتصب ليندا وما ناقصه كان فرقيتا وديسير. وعلى عكس المجرمين، السيد هذا ما هزش معاه السلاح اللي قتل بيه. في العادة المجرمة ما يخليه حتى شيء من أدوات الجريمة اللي استعملوها على عين المكان، يهزوهم معاهم ويطلفوهم، معناها يطيشوهم في بلايس صعيب على الشرطة باش تلقاهم. السؤال اللي بقى يدور في أذهان المحققين، شكون اللي قتل ليندا وشنو هو الدافع؟ زعم إنسان تعرفه مليح وعندها فيه الثقة وهذاك علاش حلت له الباب ودخلته، وإلا إنسان ما تعرفوش واستعمل معاها الحيلة باش يخليها تدخله لدارها. وفوق من هذا، علاش الاغتصاب وعلاش كالوحشية الكبيرة اللي رافقت عملية القتل؟ زعم هذا الكل انتقام متشفي؟ الأكيد أنه السيد هذا كان متشفي برشا ومغلغل، وربما واحد مهبول فاقد الكل المدارك العقلية. باختصار، مقتل ليندا باش يدخل بلدة بيغلايك بعضها، ما كانوش يتصوروا أنه نار باش تقع جريمة عندهم بالبشاعة هذيك، وتستهدف امرأة أم صغار على روحها، ولا عندها لا مشاكل ولا أغراض ولا بونتوات، وديما شادة دارها، لا هي بصغيراتها ومستكفية بنفسها. ولهنا الشرطة عملت تمشيط كامل للحي، تلوج على أي دليل مادي أو أثر خلاها المجرم. وفي الأثناء قامت بأنكيت دو بروكسيميتي، بحث الجوار، سألتك الجيران المباشرين وحتى البعاد من ليندا، شافوا شي حاجة، لاحظوا شي تحركات ماهيش هي، يا هل ترى ليندا عندها شي أعداء، ثم شكون ينجم يقتلها، أو عندهم شي فكرة على شخص يحقد عليها. الأقوال متاع جيرانها الكل كانوا يصبوا في نفس الاتجاه، حتى واحد ما قال فيها كلمة عيب ولا خايبة، والكلهم أجمعوا أنها تحب عائلتها ولا هي بصغارها، إجوي وبنتها ليزا،
لاهية بهم لهوة كبيرة. وفي بحث الجوار هذا الشرطة عرفوا أن ليندا مغرومة بالجري، كل ما تلقى وقت فراغ تجري، وكبيق لايك تخيطها من الطرف للطرف، وهذاك علاش تقابل برشا من جيرانها وتحكي معاهم. ليندا كانت شهلولة تحب الناس ودافية، اللي يحكي معاها في ساعه ما يرتاح لها. باختصار هاللونكيت دو فوازيناج ما جابت حتى نتيجة، الجيران ما سمعوا شيء ما شافوا شيء، معناها الشرطة باش تلقى روحها من غير أدلة مادية أو شهادات عندها قيمة، والفرصة الوحيدة اللي بقت لهم وربما يلقوا فيها خيط يوصلهم للجاني هي التشريح متاع الجثة. في تواتر الأبحاث على أدلة، الطبيب الشرعي قدم للشرطة دليل هام برشا، واللي هو أثار متاع سائل منوي على جسم الضحية وحتى على ساقها. بعث منه عينات للمعمل الجنائي على أساس يطلع الحامض النووي لاديان متاع الجاني، يعني البصمة الجينية متاعه، لكن في عام 1992 التحاليل هذه مازالت في بدايتها، ويلزم العينات تكون بكميات كبيرة باش يوصلوا النتيجة مؤكدة. وبطبيعة الحال ما كانتش كما توا قاعدة كاملة متاع بيانات فيها البصمات الجينية متاع بارشا ناس، خاصة أصحاب السوابق. في المرحلة هذه من القضية، ونهار 26 فيفري 1992 وصل للتقرير النهائي متاع الطبيب الشرعي، واللي أكد فيه أن ليندا ما ماتتش بهكا الطعنات متاع السكينة المتتالية في صدرها. والسبب بسيط، الكميات متاع الدم على جثتها وفي محيط البيت ما كانتش كبيرة، ومن المفروض ولو كان المجرم طعنها وهي حية وبهكا الوحشية هذيك راهي البيت والفرش بكلهم اتطشوا بالدم، لأنه في الحالة هذيك وقت اللي مازالت حية وهو يضربها القلب متاعها ينبض ويبدأ يضخ في الدم، وهذاك علاش يكون موجود في برشا بلايس. وعلى هذاك قلة الدم في ساحة الجريمة يوضح أن ليندا ماتت قبل ما يسدلها القاتل هكا الضربات هذوكم، وبالتالي بسكوت القلب الدم وقف عن النزيف. الطبيب الشرعي أكد أنه الموت انتج من جراء الاختناق، معناها المجرم اللي اغتصبها اقتلها خنقا بيديه وبقوة كبيرة لدرجة أنه كسر لها لابون دادام فاغسلها قرجومتها. باختصار التسلسل في الحكاية هو الترهيب لاغتصاب، القتل بالخنق، ومن بعد تسديد الضربات بالسكينة بعد القتل. الجريمة هذه فيها غل كبير. في هالمرحلة هذه من القضية، وأربع أيام بعدك الجريمة تنظمت مراسم الدفن متاع ليندا، وكان نهار حزين في بيغ لايك، والناس الكل جات تودع فيها، واللي كانت منهارة تماما هي أختها ساندي اللي كما قلنا لكم توأم الروح متاع ليندا. كان عندها شعور بالذنب وتعتبر أنها مسؤولة نوعا ما على موت أختها. لسبب بسيط، ساندي كان ماشي في بالها باش تعدي بحذا أختها أيامات، ومشت لها نهارة السبت 22 فيفري، وكانت ناوية باش تروح نهار الاثنين في العشية، يعني نهارة الجريمة، لكن الأقدار شاءت أنه ظرف طارئ جاها وروحت نهار لحد، ما بقاتش لنهار الاثنين. وعلى هذاك ولا عندها شعور بالذنب. ساندي كانت تبكي وقالت لو كان بقات مع أختها راهو هذا الكل ما صارش، لكن اللوم بعد القضاء بذعة كما يقولوا. ساندي كانت تحب ديما تمشي بحذا أختها ليندا، تعمل معاهم جو، خاصة مع ولدها جوي اللي تحبه برشا واللي عمره 8 سنين، وهكا الصغرونة ليزا اللي مزالت كحبات وذبات. سر العلاقة المتينة ما بين هالزوز أخوات هو الظروف اللي تربوا فيها. الاثنين تولدوا في حي رايض برشا في جنوب مدينة مينيابوليس، ورغم اللي بيناتهم 6 سنين ولاو كاينهم توامة ما يتفارقوش، وكانت برشا فوارق تميزهم على بعضهم، واحدة بلوندة والأخرى برون، واحدة منغلقة على نفسها والأخرى اللي ثم على برا وتحب الناس. لكن عشرتهم دامت وبقاوا على اتصال ويمشي ويجيوا على بعضهم،
وبما أنه ساندي هي الكبيرة حطت أختها ليندا يعني الضحية تحت جناحها واعتبرت روحها مسؤولة عليها. في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه ليندا عرست صغيرة برشا، خذت تشارلي جونسون وعمرها 19 سنة، وبالتحديد نهار 4 أفريل 1971. الاثنين كانوا يحبوا بعضهم حب كبير، لكن بعد 7 سنين عرس الأمور تبلبزت بيناتهم وطلقوا، أما بقوا على اتصال والناس الكل فهموا أنه فتيل الحب مازال يشعل بيناتهم، لكن الله غالب الصغر متاعهم وخلينا نقولوا قلة النضج هي اللي كانت السبب في مشاكلهم. ليندا كانت تخدم أسيستان دونتير مع طبيب سنين، و5 سنين بعد تلاقها من شارلي عرست بواحد اسمه روبير بايار، جابت منه بكر هاتجوي، والمرة هذه كيف كيف العلاقة ما هيش باش تدوم ما بين ليندا ورجلها الثاني. في عام 1988 طلقت روبير مشى على روحه، والحاكم عطاها الحضانة متاع ولدها. وبما أنه سبق وقلنا لكم اللي هي ديما على اتصال بتشارلي، النار متاع فتيلة محبتهم زادت شعلت، وشكون ينجم يفرق حيون أو حيون رغم كالسنوات متاع الفراق، وكما يقولوا ما الحب إلا للحبيب الأولي. ليندا وشارلي رجعوا لبعضهم وعرسوا من جديد واستقروا في بيغ ليك وجابوا الطفلة ليزا، وحياتهم ولت منظمة ولقوا طريق السعادة اللي ضيعوه 10 سنين التالي. شارلي ولا مقاول معروف ومطلوب، وليندا بطلت الخدمة وبقات لاهية بالصغار وتتعاطى في الهواية متاعها يعني الجري، رغم اللي كانت عندها مشكلة في ساقيها اون بيريوستيت تيبيال وكانت مقلقتها، لكن هي ما تحبش تسلم في الغرام متاعها واللي هو الفوتينج، كانت يوميا تعمل 8 كيلومتر على الأقل. وبالطريقة هذه تعرفت على أغلب سكان بيغ ليك، وهالمعتى هذا بالنسبة للشرطة يوسع في دائرة الأشخاص اللي ينجموا يكونوا محل شبهة. في هالمرحلة هذه من القضية وفي سبر الشرطة، وقت اللي تصير جريمة قتل امرأة عادة الزوج أو العشيق متاعها يتحط على رأس قائمة المشبوه فيهم، وفي قضية الحال شارلي هو اللي اكتشف الجثة متاع مرته وبلغ عليها، وبالتالي وفي غياب أدلة مادية تنجم تبرئه يبقى هو المظنون فيه رقم واحد، والشرطة استدعته باش يحقوا معاه. جابوا له مفتش أسيان عنده 25 سنة خبرة واختصاصي في رصد التصرفات متاع المتهمين اللي يقع استنطاقهم، معناها يفهم في اللونجاج كوربوريل يعني لغة الجسد، وبقى في نفس الوقت يسأل في شارلي ويتبع في أقل حركاته وسكناته وفي تقاسيم وجهه، لعل يظهرش على ملامحه شيء يوحي اللي هو عمل العملة ويحب يخبيها. أول سؤال توجه له شنو جدول الأوقات متاع النهار اللي صارت فيه الجريمة يعني نهار الاثنين، معناها من اللي قام من النوم حتى اللي نكتشف الجثة متاع مرته وطلب الشرطة. شارلي قال اللي هو قام كعادته مع 5:05 وفي ثنيته للشانتي تعدى للمزود باش يتكمندى طرف سلعة. الشانتي كان بعيد على بيغ ليك قرابة 50 كيلومتر، موجود في شرق مدينة مينيابوليس، وعلى اعتبار أنه الطبيب الشرعي قال أنه ساعة وفاة ليندا هي ما بين 8 و10 متاع الصباح، الشرطة حبت تتأكد من إمكانية أنه شارلي يجي من الشانتي يرتكب الجريمة ويعود يرجع، ويهل تراها العملية هذه ممكنة والوقت يكفيه ولا لا. المحققين كان عندهم بالتدقيق البلايس اللي طلب منهم مرته بالتليفون يعني شارلي، وظهر لهم أنه صعيب برشا باش يعمل ألي وروتور ويقتل مرته ليندا ويعاود يرجع للشانتي، لكن الإمكانية ماهيش مستحيلة ولو ضئيلة برشا. الإشكال لهنا يبقى الدافع متاع الجريمة لوموبيل، يقول القايل علاش شارلي باش يقتل مرته، تي هما طلقوا رجعوا لبعضهم وهذا دليل على الحب الكبير اللي بيناتهم، فوق من هذا ما ثم حتى أدنى سبب باش يتخلص منها، لا عملت عليه صاحب ولا عشيق ولا تأمين على الحياة باش يقبضوا، ولا عندها حرثة ولا ورثة.
That's pretty good. Maybe even more, a little more. It was really just a full beard. Tell me what you saw that day. I was on the street, just collecting my mail. في تواتر هالأبحاث الشرطة باش تجيهم شهادة من جارة ما كانتش موجودة فكالونكيت دو بروكسيميتي، هكا بحث الجوار. ووقت اللي سمعت أنه الشرطة يلوجوا على شهود عيان امشت لهم وقالت لهم أنه نهار 24 فيفري مع التسعة شافت كاميونة صغيرة خضرة خارجة من الممشى متاع دار لي جونسون، وشافت اللي سوق فيها وعطاتهم أوصافه، والشرطة عملوا له رسم تقريبي أن بورتري روبو، علقوه في البلايس الكل وخرجوه في الجرايد والتلافز بقات تعدي فيه كل ساعة. لكن ما جيهم حتى بلاغ من عند حتى حد يقول اللي هو يعرف ملك الرسم هذاك وإلا يشبه الواحد معين، حتى معلومة ما خلطت للشرطة، لأنه بكل بساطة هالسيد اللي وصفته شاهدة كان عادي، ما عنده حتى علامة مميزة، خليقة وراس كما الناس، وآلاف المواطنين يشبهوله. والمحققين كما وصلوا لحتى نتيجة بهكا البورتري روبو عدوا جميعا وعاودوا استدعاوا كالمرأة باش تعمل ديبوزيسيون ديفينيتيف، يعني إيذاع أقوالها بصفة نهائية. والمفتش اللي حكى معاها تفاجئ بتغيير الشهادة متاعها، الكرهبة من اللي كانت خضرة ولات مارون. الشرطة اعتبرت أنه الأقوال متاعها مضطربة وما ينجموش ياخذوها بعين الاعتبار، ولهنا التحقيق رجع للنقطة اللي كان فيها، يعني غياب أي أدلة أو قراءة يمكن تورط شارلي راجل الضحية. ولهنا عاودوا استدعاوه وعداوه على كاشف الكذب لو ديتكتور دو مونسونج، ونجح في الاختبار ومبدئيا بعد على دائرة الشك، خاصة وأنه ساندي أخت مارتو ليندا أكدت للمحققين أنه شارلي خاتيه وما نجمش يقتل ليندا على خاطر يحبها حب كبير وما فما حتى دافع باش يقتلها. في مجريات الأبحاث الشرطة ركزت في مرحلة ثانية على روبير بايار، الزوج الثاني ليندا وبو طفل جوي. وروبير هذا على عكس شارلي كان عنده دافع واضح، واللي هو الحضانة متاع ولده اللي مشات ليندا، وفوق من هذا منعته أنه يشوفه، وبالتالي هذا يخلق عنده أحقاد كبيرة وينجم يوصل للقتل. وحسب شارلي قال أنه جمعتين قبل هالواقعة روبير كلم مرته في التليفون وتعاركوا عركة كبيرة، وهو خرج من سينته وبدا يسب لدرجة أنه يسمع فيه من التليفون. And so you can't just like come out of nowhere and all of a sudden be like super dad. Absolutely not. You are forbidden to come here. Do you understand that? And quit calling me. شارلي راجل الضحية ليندا أكد أنه روبير هذا كان عنده طبع عنيف، وهذاك هو السبب اللي خلى ليندا تبعد عليه وتطلب الطلاق. الشرطة استدعت روبير هذا واللي انكر جملة وتفصيلا وقال لا ريت ولا درت بها من اللي طلقنا كل حد على روحه. Where were you? February 24th, Robert. Do you know what your son's gonna say when he grows up and finds out you killed his mom? وزاد وضح أنه بينه وبينها 150 كيلومتر وما عندوش برمي وما عندوش كهرباء. إذن كيفاش باش نمشي لها؟ قال لهم على سقية. المحققين قالوا له عندك شي أنا ليبي بلي سوليد، عذر أصح من هكا. قال لهم عديت النهار كامل في داري وما خرجتش، ووقت اللي بدأت تتهاتل عليه السؤالات ورا بعضها اسكت وطلب محامي، والشي هذا كان كافي باش يتحط كأول مشبوه فيه في عملية قتل ليندا. في تواتر هالأبحاث محامي روبير تعليق الضحية ليندا نصحه باش ما يعطي حتى تصريح، والمحققين ما عندهم حتى دليل مادي على روبير يمكنهم باش يثبتوا عليه إدانة، وبالتالي خرج هو واللافوكاتو متاعو من المركز حر التعليق دون أي تهمة رسمية. ومرة أخرى التحقيق باش يقف قدام زنقة حادة والمسألة باش تطول، وبقات 7 سنين كاملين الملف تسكر والقضية تقيدت ضد مجهول،
ورغم المجهودات الكل ما كانش ممكن الوصول القرينة واحدة تمكن من التعرف على هوية الجاني. في المرحلة هذه وفي جويلية 1999 واحد من المحققين اللي كانوا متكلفين بالقضية ولا شريف، والشريف هذا اسمه بروس، كان يعرف ليندام مليح مليح وعنده علاقة صداقة كبيرة بأختها ساندي، وعطاها وعد باش يعاود يحل ملف القضية متاع أختها ويسخر لها كل الإمكانيات باش يطلع المجرم. وفعلا الشريف بروس أندرسون كان عند الكلمة متاعه، دوب ما تم تنصيبه كون فرقة خاصة المهمة متاعها دراسة الملف من جديد متاع ليندا والانطلاق في تحريات جديدة. في المرحلة هذه من القضية ولو كان تتذكروا الشرطة في عام 1992 اخذت عينات من الأديان متاع المجرم من السائل المنوي متاعو اللي خليه على جثة الضحية، لكن في الوقت ذاك التقنيات ما كانتش متطورة كما حكينا لكم ويلزم برشا كميات متاع حامض نووي باش يخلطوا النتيجة. لكن في السبع سنين اللي تعداوا على كالجريمة العلم تطور بصفة عجيبة، وبالتالي فريق البحث عاود خرج العينات اللي كانت محفوظة وقام بتحليلها وبمطابقتها بثمانين بصمة جينية، والنتيجة كانت مبهرة. اطلع شارلي رجل الضحية اللي انضالول وروبير رجلها الثاني ما عندهم حتى علاقة بالجريمة هذه، ما ينجموش يكونوا في أي حال من الأحوال هما الجونات. الأديان اللي رفعوه من جثة الضحية ما هوش مطابق للأديان متاعهم الاثنين. الحامض النووي طلع متاع شخص آخر، وإذا المعنيين بالأمر يعني شارلي وروبير عداوا مدة وهما محل شكوك وحياتهم تنغصت وعاشوا على أعصابهم، انهارتها حسوا بفرحة كبيرة وغمة وتنحت عليهم. لكن المحققين هما اللي جاتهم خيبة أمل وما كانوش يتوقعوا أنه بعد ما عاودوا حلوا الملف من جديد وجندوله إمكانية كبيرة باش يلقاو رواحهم في زنقة حادة من غير أدلة مادية أو أي معطى يمكن يكونوا به دوسي متاع إدانة صحيح. We're looking for somebody who wants the money. But more important, we're looking for somebody who looks at this poster and looks at the mother and the child, reads this story and is compelled to say, this is wrong. في مجريات هالبحث على الجاني وفي عدم تطابق الأديان مع الزوج الأول والثاني للضحية ليندا، الشريف الجديد جاته فكرة. عمل إعلانات في الشارع وفي الجرائد وفي الراديوات وقال أنه أي حد يعطي معلومات على قتل ليندا ياخو مكافأة مالية. زملاء وصحابه قالوا له القضية تعدت عليها سبع سنين، أشكون هاللي مازال يتفكرها ولا ينجم يعطيك عليها معلومة؟ الإجابة متاعه هي الفلوس تحير النفوس، وفعلا الطعم جاء في وقته. مئات المكالمات وصلت للشرطة وكي جاءوا يفرزوا فك الغث من السمين القاو شهادة لا يستهان بها من مواطن قال أنه سمع حوار ما بين زوز رواد متاع قاعة رياضة وبالتحديد في النهار اللي قتلت فيه ليندا. حسب قواله سمع واحد اسمه ريشار كريستي مغروم بكمال الأجسام يحكي على الجريمة بالتفاصيل متاعها، وأكد اللي هو ديما يجي للسال دو سبور ويعرف ليندا حق المعرفة وبرشا مرات شافه يحكي معها. المحققين قالوا له علاش انت قعدت هالمدة هذه كلها ساكت وما بلغتش الشرطة؟ الإجابة قال لهم راني كنت خايف لنولي مشبوه لأني أنا زادة نعرف ليندا وتنجموا تلسقولي التهمة. في تواتر هالأبحاث على المجرم الشرطة قامت بجلب ريشار كريستي المغرومة بعضلاته، استجوبوه وهو أكد أنه يعرف ليندا مليح مليح، وكأنه حب يوهم المحققين أنه ثم حويجة بيناتهم، رغم اللي ساندي أختها أكدت أكثر من مرة أنه يستحيل ليندا تخون راجلها شارلي.
ريشار هذا ما كانتش عنده سوابق، لكن احتمال كبير ينجم يكون هو اللي دخل ليندا نهارة الجريمة بما أنها تعرفه. وعلى هذاك سبق وقلنا لكم أنه ما ثماش أثار متاع خلع باب. ولهنا بالنسبة للشرطة هالسيد هذا ولا مشتبه فيه ومحل تحريات، لكن الشكوك متاعهم ما دامتش برشا لأنهم طلبوا منه عينة متاع عديان، وبعد التحليل ظهر خطيه. يقول القائل مال علاش حكاها على الجريمة هذه وذكر كل الجزئيات متاعها. الإجابة سمع كيف الناس الكل، لأنه نهارة الجريمة المعلومات استقاوها من وسائل الأعلام، وبحكم أنه يعرف ليندا الموت متاعها المبرشة. قول هنا المحقين كأنه تصب عليهم مسطل ما بارد ورجعوا لك الزنقة الحادة لمباس. والتحقيق وبالتحديد في جوان 2000 جات امرأة للشريف وقالت أنه عشيقها القديم هو اللي قتل ليندا. السيد هذا اسمه كينزيت جونز، قايد في الكشافة وتقي رب العالمين من الكنيسية ما يخرج. قالوا لها كيفاش عرفت أنه هو القاتل وعلاش توا جاية تعمل في البلاغ؟ قالت لهم راهو نهارة اللي قتلت ليندا كانت عليه علامات متاع اضطراب الدل اللي هو عامل عملة، وأكدت أن وقت وقوع الجريمة ما نجمتش تتحصل عليه. المرأة هذه واللي اسمها أنجيلا عشيقة السيد هذا كينز قالت أن وقت اللي تعاركت معاه اعترف لها اللي هو قتل ليندا، وهددها أنها لو كانت خرج كلمة واحدة من فمها يخلطها عليها يعني يقتلها. أنجيلا بقات خايفة وتستنى في الفرصة اللي تمكنها من أنها تنفصل عليه، وجات الفرصة بعد مدة وانفصلت. هالمعلومة الثمينة هذه خلت الشرطة تحل الدوسي متاع سي كنز، والقاوه كنز متاع سوابق. أول حاجة تشد على العنف اللي كان يمارس فيها على زوجته، وفوق من هذا يخون فيها وعمل عليها عشيقة. وحسب التقاسيات من الناس اللي يعرفوه قالوا اللي هو عنده مزاج خاص وميال للعنف، وفي الاستنطاق منكرش اللي هو يعرف ليندا وطلع جارها جملة واحدة يسكن بعيد على دارها أقل من 800 متر، وحسب قواله تقابل معها برشا مرات وكانت تحب تدخل ولدها جوي في الكشافة بما أنه هو قايد. وعلى ضوء المعلومات هذه المحققين رجعوا للشهادات اللي عملوهم وقت كالونكيت دو بروكسيميتي، هكا البحث متاع الجوار اللي سبق وقلنا لكم عليه. بداوا يفركسوا في الأقوال والشهادات متاع الناس المرقونة يلقاو شي إدلال السيد هذا كنز، وفعلا لقاو له تصريح. هالتصريح هذا يقول فيه بالحرف الواحد اللي هو ما يعرفش ليندا بالكل وعمره ما حكى معاها، وحتى مسيك بالخير لا. هالتضارب في الأقوال هذا باش يكر عليه ويخليه في فم مدفع. وأثناء الاستنطاق متاعه كان مضطرب وداخل بعضه ويتلعثم في الكلام. المحققين ما طولوهاش معاه، قالوا له باش تعطينا عينة من لاديانة متاعك، لكن هو امتنع وما حبش. ولهنا جابوا له إذن من عند النيابة العمومية واخذوا له هكا العينة متاع لاديان رغم أنفه. في تواتر هالتحقيقات هكا العينة اللي خذاوها السيكنس هذا نتيجتها حضرت وطلعت مطابقة للاديان اللي لقاوها في السائل المنوي اللي رفعوه من جثة الضحية ليندا، وبالوقت هزوه يدو ساق ورماوه في بوفردة. في مجريات الأبحاث والتقصي المحققين عرفوا أنه سيكنس هذا أحكى مرتين ولا ثلاثة يمكن أكثر شوية مع ليندا، وهو من هكا النوع وقت اللي تضحك له امرأة يقول مضروبة فيا. وقتها حبت تدخل ولدها عنده في الكشافة بما أنه قايد، وهو مشى في باله أنه ينجم يجرب حظه معها عجبته. وكي مشالها للدار وتحرش بها وشاف ردة الفعل متاعها اللي ما كانش ينتظرها ادخل عليها بالضرب حتى اللي انفقدت وعيها واغتصبها. وبعد ما أشبع الغرائز متاعه فيها وهي فاقت اخنقها من رقبتها وبدأ ينزل عليها حتى اللي المسكينة فارقت الحياة. من بعد مشال الكوجينة جاب سكينة وبدأ يخرب فيها تخريب في زرها،
في الفترة هذيك معظم الناس ما يعرفوش لديان، وكان في أوله. مختصر الحديث، كنز هذا بعد ما قتل ليندا حط عليها كوات ورشق فيها هكا السكينة وغاب على الأنظار. هذا هو السيناريو اللي صارت فيه وقائع الجريمة بالضبط، واللي أقنع لجنة الحكماء. في نهاية هالقضية وفي المحاكمة وبالتحديد في نوفمبر 2001، رغم المحاولات متاع محامين كنز اللي حبوا يثبتوا أنه موكلهم واقع ليندا برضاها وأنه واحد آخر قتلها، المحكمة ما سمعتهمش وحكمت على كنز جونس بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح. واللي غرقوا أكثر من كل شيء هو الكذب متاعه، والقاضي قالها له بصريح العبارة: لو كان ما جيتش الزفزوف يمكن راك تحكمت بثلاثين سنة. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على إيفام.